لا انا بتمنى انه هاي صنعاء ما تندثر. وبالنسبه لي يعني انا واحد من الناس عم بحاول اعلمها لاولادي واولاد اخوي. انا سامر مرعي من مدينه ارمناز، احدى صاحب ورش صناعه الفخار. عمري 36 سنه. انا صار لي بهالصنعة تقريبا 20 سنه. قبل الأحداث، قبل 10 سنوات، كنا نصنع يعني أدوات صمديات وزينة مثل هالأشكال هيك. واليوم صفت إن نشتغل شيء يطلب السوق. هلا صرنا تقريبا في 4 أو 5 أشهر واقف، ما في عندي شغل، ما في طلب عندي، بس يوميا بنزل على الورشة بطلع عليها وبضبط أموري، يعني بحارتك يعني مثل ما بيقولوا بالعامية يعني. لا انا بتمنى انه هاي الصنعة ما تندثر. وبالنسبه لي يعني انا واحد من الناس عم بحاول اعلمها لاولادي واولاد اخوي، وفاتح المجال لاي شخص يجي يحب يتعلم هالصنعة. انا ما عندي اي مشكله، وحلمي انا اوصلها للعالم